بدأت المملكة العربية السعودية في استقبال حجاج بيت الله الحرام، وتحت رعاية مباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزارة الحج والعمرة، تستعد المملكة لضيافة وفود الرحمن إلى المشاعر المقدسة الذين يتوقع أن تصل أعدادهم هذا العام إلى أكثر من 2 مليون حاج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم، تعكف المملكة العربية السعودية برجالها ونسائها من عناصر أمنية ومتطوعين وبما يربو على 100,000 شخص في توفير سبل الراحة كافة لوفود الرحمن بالمشاعر المقدسة، مسخرة جميع الإمكانيات البشرية والمادية لرعايتهم. الأمن السعودي قايمين بأكمل وجه، ما شاء الله نشوف تطور في العمل وزيادة في سبل الراحة للحجاج. حكومة خادم الحرمين الشريفين توفر لنا جميع سبل الراحة، تكون على تعاون مستمر معنا على مدى السنة سواء حق الحجاج أو غير الحجاج. الحج عاما بعد عام يشهد المزيد من التطوير في منظومة الخدمات، 33 جهة حكومية تشارك في أعمال الحج، وقد وفرت 25 مستشفى و155 مركزا يعمل بها أكثر من 25,000 ممارس صحي والعديد من الخدمات الأخرى. رشيد بالكم العدد اللي موجود من الأمن بالمملكة العربية السعودية، من العدد اللي موجود حق أمن الحجاج في منى وعرفة وفي مزدلفة، والحمد لله أحب أن أشكرهم في المطار، حصلنا كل التياسير بالنسبة حق الشباب اللي هي وكال إداريين بدايتهم، وبالإضافة حق على عبر ملك الفهد الجسر حصلنا بكل يسر وسهل والحمد لله رب العالمين. أول ما دخلنا المملكة العربية السعودية في تسهيلات أزيد من سابقا يعني، فإن شاء الله ننتظر دخول الحجاج ونشوف تسهيلات لهم. كنظام اشتغلنا الحملات بداية ووصول الحجاج، وإن شاء الله المملكة العربية السعودية دائما في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وفي الجانب الآخر، فقد قدمت المملكة العربية السعودية خدمات خاصة للنساء وبوجود كوادر نسائية سعودية من ذوي الكفاءة. توفير التسهيلات للحجاج، وخصوصا هذه السنة كانت الحملة مميزة أو السفرة مميزة، أن كان في نساء يستقبلون الحجيات في المطار وتسهيل الإجراءات لهم، وكان له مسار خاص للنساء، وهذا شيء وايد زين كان للمرأة السعودية، كان في تطور وشاهدنا ذي الشيء، فإحنا كنا فرحانين أيضا بوجود نساء في استقبالنا. أيام وتكتمل أفواج الحجيج، حيث تنتظر الديار المقدسة أكثر من 2 مليون حاج في هذا الموسم، منهم 5,625 حاجا بحرينيا. منحة إلهية وهبت لهذا البلد الكريم، فتمسك أهلها بها وحملوها فوق كفوف الراحة، بل عضوا عليها بالنواجذ مستشعرين الأجر والمثوبة من الله تعالى. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، مكة المكرمة.